يعني اعرض لنا مطالبكم بالضبط يعني تلخص فيه. تلخص في حالتين الاثنين، احنا حصل احكام قضائيه نهائيه تم الطعن عليها، تم ارتضاء كل الطعون. احنا شركه من الشركات الاربعه اللي حصل الاحكام القضائيه، رفعت جنح مباشر على هشام قنديل وخدت فعل عليه حكم حبس سنه وعزم وصفاء. دي كانت شركه من الشركات الاربعه اللي موجودين. النهارده رئيس الوزراء اللي هو حازم البدلاوي عشان يطلع من مأزق ان احنا نرفع عليه جنح تاني زي هشام قنديل ويخش السجن زيه عدم تنفيذ الحكم، طلع قرار وزاري وعلى الورق ان هو بيستلم الشركات محصولها ومعداتها وكل حاجه فيها، لكن اللي احنا شايفينه على الارض الواقع بقى ان اكثر من اربع شهور او خمس شهور دلوقتي التنفيذ بيستلم المكن والمعدات، لكن الشكل الخاص بالعمال اللي هو كان واضح وصريح في الحكم اللي بيقول عوده جميع الشركات بجميع اصولها وعوده جميع العاملين الى سابق اوضاعهم قبل البيع، هم دلوقتي بينفذوا الشكل الخاص بالشركات، جردوا كل الشركات اصول الشركه والمعدات، لكن العمال اللي هم في الاصل صرفوا وكسبوا من القضيه ودول لهم حق اصيل في العوده. تمام. فيهم جزء منهم قدم استقالات، فيهم منهم جزء اجبر على الخروج، فيهم جزء منهم انطرد بدون اي مستحقات، حتى اللي خد مستحقات بسيطه. ولما جم كلمهم قالوا طب انتوا اللي خدتوه ده، قلنا لهم تعالوا اقعد نتكلم، لو انا ليا فلوس اخدها او انتوا الفلوس تاخدوها تاخدوها، بس المهم نرجع. او عندك شركات، الشركه اصلا واقفه وعاوزه عمال، انت بدل ما تجيب عمال من بره انت عندك العمال اللي موجودين اصلا اللي ترعم هم اولى ان هم اللي يشتغلوا الشركات دي. مدرب، هو مدرب مدرب وجاهز. وهيوفر عليك، هيوفر عليك دلوقتي التدريب. احنا قعدنا النهارده مع الاستاذ جبالي واتصل برئيس النقابه العامه واتصل بوزير الاستثمار وهيقعد معاهم الساعه 3 ان شاء الله لحل المشاكل بتاعه غزل المحله وغزل في الدوار والشركات اللي واقفه في احتجاجات حاليا يعني بسبب الحد الادنى وضغط الاستثمارات وشيل لسه ما زهقش يعني الجمعيه العموميه وتاجل الاجل لسه لو معاد فاحنا ان شاء الله في الجمعيه العموميه للنقل البحري اقابل السيد معالي وزير الاستثمار وهنعرض على الموضوع.